السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. طبعا الحين أنا موجود مع أخت نايف الدوسري من السعودية العربية. وخلي اسم أخو نايف. وجيت هنا قبل أسبوع 10 أيام، كان علاج زوجتي وحكا هو، والحمد لله خلصنا كل أمور والحمد لله أمور طيبة. خلي اسم كلام من أخ نايف، وكيف خبرة، كيف تعمل من عابد، وأهم شيء كيف أعرف يعني عابد كشميري بالبنغلور. عابد ممتاز. أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. عابد من الناس الممتازين، صدق إن شاء الله، أمانة، ما نزكي أحد على الله سبحانه وتعالى، بس تعامل راقي وطيب وممتاز جدا. أنصح يعني الناس اللي بتوجه إنه أخي نايف. كيف عابد؟ كيف اسمه عابد؟ يعني كيف اسمه؟ اسمه رنان عابد. مو أنا اللي بشهد، أقول للزبائن اللي معه عابد ممتاز، وكل النصحات اللي رحنا له الحمد لله توفقنا فيها، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. أول شيء التوفيق من الله. الحمد لله. الحمد لله فيه استفادة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذا الصحيح. كيف ساكن هو؟ طبعا ساكن من فندق أوبراي هنا بالبنغلور. وكيف خدمة؟ كيف صار؟ كيف كل شيء؟ أسعار شوية حارة. شوية حارة إيه. طبعا هو 5 نجوم وقديم واحد من. صحيح. وكيف خدمة؟ خدمة ممتازة جدا 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 ممتازة جدا. العاملين فيه بشوشين، ضحوكين، ممتازين، الأكل فيه طيب، كل شيء فيه رائع. الغرف النظافة ممتازة جدا. هذا أهم شيء. الحمد لله. شكرا، الله يجزاك خير، وقابلك إن شاء الله قريب. إن شاء الله. والله يشفيك، الله يشفي كل مرضى مرضانا مسلمين يا رب العالمين. آمين. السلام.